رغم المحاولات المستميتة التي بذلها إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بضغوط من الأندية الأوروبية لعدم إقامة كأس الأمم الإفريقية في التوقيت الحالي، انتصرت إرادة الكاميرون وانطلقت النسخة رقم 33 من البطولة مساء اليوم على الملعب الأولمبي بالعاصمة يواندي. وواجهت الكاميرون العديد من العقبات التي كادت تؤدي إلى إلغاء البطولة. في البداية تسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022 قبل أن يتم تغيير الموعد إلى شهري يناير وفبراير بدلاً من يونيو ويوليو بسبب الظروف المناخية خلال فصل الصيف في القارة السمراء. علاوة على مطالبات الأندية الأوروبية بتأجيل البطولة في أكثر من مناسبة، لكن إصرار النجم الكاميروني سامويل إيتو رئيس اتحاد بلاده لكرة القدم حال دون التأجيل لتقام البطولة في موعدها. وانطلق حفل افتتاح البطولة وسط حضور ضخم يتقدمه رئيس الكاميرون وكل من موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإنفانتينو رئيس الفيفا. أقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو وشهدت فوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف. وقص البوركينابي غوستافو سانغاري شريط أهداف البطولة بعدما سجل هدف بلاده الأول في الشباك الكاميرونية قبل أن يتمكن مهاجم النصر السعودي فينسنت أبو بكر من تسجيل هدفين متتاليين من ركلتي جزاء ليحصد بهما أول 3 نقاط لمنتخب بلاده في البطولة.